مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج السياقات، والتي نخصصها للحديث عن الأمن الغذائي أو عن السياسات الحكومية في مجال الأمن الغذائي على ضوء الأزمة الحالية التي تلقي بظلالها على العالم وتلقي بظلالها كذلك على موريتانيا في ظل الإجراءات العديدة التي اتخذت والتي تؤثر بشكل أساسي على الاستيراد والتصدير، وتؤثر بشكل أيضا مباشر على الأمن الغذائي بسبب وجود عدد من المواد الأساسية التي تستوردها موريتانيا من العديد من دول العالم. نتحدث هنا عن العديد من المواد الغذائية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين. لماذا لا تستفيد موريتانيا من هذه الأزمة فتحولها إلى منحة وتحولها إلى رؤية واهتمام والسياسات في مجال الأمن الغذائي وفي مجال الاكتفاء الذاتي، خاصة أنها تتوفر على مقومات مهمة جدا في مجال الزراعة، في مجال التنمية الحيوانية والثروة الحيوانية، في مجال الصيد والصيد البحري والسمك وغيرها أيضا من الموارد المهمة والأساسية. ضيوفنا في هذه الحلقة مجموعة من المهتمين بهذا المجال والفاعلين فيه. معنا الدكتور عبدوتي العالي، وباحث اقتصادي وأستاذ جامعي، ومعنا كذلك سيدي الأحمد مولود، وهو مهندس زراعي ومدير مساعد للمدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي بكي هيدي، وأخيرا وليس آخرا الأستاذ الحسن وللطالب، رئيس التجمع الوطني لرابطات التعاونيات الرعوية والبيئية والزراعية الرعوية عفوا. فمرحبا بضيوفنا الكرام، ولو بدأنا بالدكتور عبدوتي عن تقييمه للسياسات الحكومية في مجال الأمن الغذائي، وما الذي يمكن أن نقوم به هذه السياسات حتى ننطلق من هذا التشخيص إلى الخطوة المقبلة. جيد، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن كنا في وضعية وأصبحنا في وضعية مختلفة. كنا في وضعية حديث عن أمن غذائي، الآن نتحدث عن اكتفاء من الغذاء، وهناك فرق بين الأمن الغذائي والاكتفاء من الغذاء. الأمن الغذائي هو أن تتوفر موارد غذائية محلية، ولكن أيضا أن يسهل الوصول إلى السوق الغذائية الدولية، وربما نكمل هذا الأمن الغذائي إذا كانت هناك معونات إلى آخره خارجي. الآن هذا لم يعد يسعنا. الآن نتحدث عن اكتفاء غذائي، يعني نحن كنا نتحدث مثلا عن السلعة الغذائية الأرخص لنأخذها من السوق الدولي. الآن لا نتحدث عن الأرخص، نتحدث عن السلعة الممكن إنتاجها محليا. إذا نحن اتقلنا من مفهومين مختلفين تماما. نحن دخلنا في، طبعا لم تعد السوق الدولية سالكة بالمفهوم القديم، والمعونات الغذائية أيضا سوف تبقى محدودة جدا، لأن الآن شعار العالم هو نفسي نفسي. طبعا في السابق نحن بشكل عام كنا ضحية السياسات الاقتصادية التي يهيمن عليها المركز، والتي توجه الأنشطة الاقتصادية نحو هذا المركز. فمطلوب من دول العالم الثالث أن تركز على سلع، على إنتاج السلع التي يحتاجها هذا المركز. الموريتانيون عليكم أن تركزوا، مقصود به الدول المركزية الدول الغربية. الموريتانيون عليكم أن تركزوا على الحديد، لأن الصناعات الأوروبية والفرنسية تحتاج إلى، والصينية تحتاج إلى هذه السلع. أما بالنسبة للغذاء فهناك سوق دولي ربما تهيمن عليه الشركات متاعات الجنسية سوف توفر لكم هذا الموضوع. إذا نحن وحتى في مراحل لاحقة بعد أن أثبت التركيز على الأنشطة التعدينية فشله وكان هناك تقييد أيضا الاستثمار في مجال النشاط الزراعي على أساس سياسات التقويم الاقتصادي والمالي التي تركز على تقليل الإنفاق، يعني على خروج الدولة كفاعل من عملية الإنفاق على النشاط الزراعي والتقليل بشكل عام، وهذا أضر كثيرا في الوقت الذي الدول الغربية المساندة لهذه المشاريع تمول مزارعيها وتستثمر فيهم وتحيطهم بسياسات بين قوسين احتكارية، وإن كانت بطريقة ربما قانون. إذن من الطبيعي أن تكون السياسات ليست في صالح الأنشطة الإنتاجية، أنشطة الإنتاجية الغذاء، خصوصا أن هنالك فرق كبير بين القدرة الإنتاجية أو القدرة التنافسية للإنتاج الغذائي في بلدنا والأسعار الموجودة في السوق المحلي.
وتحت طائلة هذا النوع من القرارات المرتبطة بأسعار السوق تم عمليا القضاء على قدرات هائلة لدى الدولة الموريتانية في مجال الإنتاج الزراعي. طيب أستاذ سيدي، عفوا المهندس سيدي أحمد مولود، لو تحدثنا معكم عن الزراعة كقضية أساسية الآن أو حجر الزاوية فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو الاكتفاء الذاتي كما أشار الدكتور عبدوتي، لأنه إحنا الآن في أزمة حقيقية، برأيك في سياسات في المجال الاقتصادي مجال الزراعي عفوا ما الذي وصلت إليه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بشرح لي صدري ويسر لي أمري وتتم لساني يفقه قولي. لاحظنا عن موضوع الحلقة كما تفضلتم عبارة عن يتناول السياسات الحكومية حول الأمن الغذائي، طبعا هذا كان الأجدر بكم تستضافوا أطراف رسمية تعرض لنا السياسات المطبقة حالا ويتم تناولها، أو نقوم أنتم تحقيق تعدوا لنا رابورتاج وتعرضوا لنا السياسات من راسها ونعود نتناولها. اسمح لي فقط في توضيح بسيط، نحن الآن موضوعنا ليست السياسة تقييم السياسات، هذا سؤال أولي يعني لنشخص به الواقع حتى ننطلق منه ما الذي علينا أن نفعله في هذه الأزمة، وبالتالي هو سؤال فقط من باب أن نقف على الصورة الحالية، معناها احنا الآن ايش لاحقين في مجال الزراعة وش خاصنا فيه، وكذلك ما زلنا لنسأل الأستاذ حسن ايش لاحقين مجال التنمية الحيوانية وش خاصنا منها. إذن أنتم الموضوع اللي يتناوله هو الواقع، دوروا أراءنا احنا شخصية طبعا الواقع طبعا الواقع اللي واصل له بلدنا وإمكانية الاستفادة من الأزمة الحالية في الأزمة الدولية. ممتاز، إذا ليك نأطر الموضوع. ممتاز. في بداية نختار نقول عنه هذه جائحة أكيد لها ما بعدها وستغير بعض النظريات الدولية اللي كانت مطبقة. هو في العقود الماضية هذا الأمن الغذائي الاكتفاء الذاتي اللي شبيته مات له هو ليخرص ولات له هو ليطبق، عاد تخرص معايير أخرى دولية، مناطق هم مناطق تخصص في العالم كامل، كل محصول وكل منتج عنده مناطق تنتجه بشكل فائض وتصدره، وبالتالي أهم أمور ينقالها مقاييس ينقالها الميزان الغذائي والميزان الزراعي. مثلا الميزان الغذائي كل بلد من يعود صادراته الغذائية تتجاوز وارداته الغذائية يعتبر ميزانه الغذائي موجب، والأمانة البلد العربي الوحيد اللي كان موجب لسنة والله سنتين ما طلعت الإحصائيات هو بلدنا، نتيجة لصادرات السمك، مجموع صادرات السمك تغطي مجموع صادرات كل المواد الغذائية ويبقى فايض، البلد العربي الوحيد أقول. هنالك الميزان الزراعي وهذا احنا عندنا سالب، معناها مجموع المنتجات الزراعية هل هو يغطي مجموع الواردات، هذا عادة يعود موجب عند دول محدودة وأحيانا تعود منتجة لمحاصيل زراعية قد لا تكون غذائية، كما دول منتجة للقطن، دول منتجة للتبق، دول منتجة للأخشاب، دول منتجة وهكذا. وهنالك دول ميزان الغذائي الزراعي موجب وهي منتجة لمحاصيل غذائية، وهذه غالبا تعود دول أبدعت في إنتاجية تجاوزت الإنتاجية القمة في بعض المحاصيل كالقمح والمحاصيل الاستراتيجية المباعة عالميا. إذن هذه الجائحة أعطتنا درس أنه من لا يتشكوته قد يتعرض لأزمة كيف هذه، تنقفل الأسواق وقيل يخلق توقف الملاحة، الملاحة دارك بزالت خالق لا ندري تطورات قد يجري قرارات توقف الملاحة. الملاحة تقصد بها الشحن يعني الملاحة البحرية هي وسيلة الاستيراد المواد الغذائية الاستراتيجية، هي البواخر الطائرات ما تقدر تجيب 3000 طن ولا 4000 طن بينما البواخر تقدر تجيب، لا قدر الله ما وفى العالم يوصل لهذه المشكلة، قال في حال توقفت الملاحة الدولية نجول الموضوع عليه، من ينتج غذاءه بشكل كامل هو اللي يعود أقل تعرض للخسائر. إذن موضوعكم توبة الله الله نحاول وراء، لماذا احنا ما نستفاد من هاي الأزمة ونعود ننتج جل غذائنا؟ ممتاز، ايوه هذا الموضوع. هذا بالنسبة لي نختار نقول عنه احنا الحمد لله في بعض الأمور حكما عندنا اكتفاء ذاتي منها، كيها اللحوم والعميل قاعد دور يتناولها، للبان نسبة معقولة وخصوصا في فترة الخريف، النسبة الأخرى تقطع بالاستيراد،
المواد الزراعية عندنا فيها نقص متين. عندنا الزراعة التقليدية تغطي جبح كبير وقد لا يكون واصل للإعلام. الزراعة التقليدية معناها نقولها الزراعة البعلية، الزراعة المطرية، الزراعة الفيضية اللي تنتج محاصيل تقليدية كيف ذرة البيضاء وذرة الصفراء والدخن اللي هو زرع ومكة ومتري، وهذه تغطي المواد متوفرة تنتج رغم إنتاجيتها منخفضة وهذا موضوع آخر. يقال انها تغطي نسبه كبيره اللي اهلها اللي يقطعوها ترفد وكيلهم، وبالتالي تسلكنا من الاستيراد بواخر كانت لا يجي من محاصيل لكن تغطي غذاء عموما. بالنسبه للمحصول الاستراتيجي عندنا الارز، الدوله انا عكس الدكتور، الدوله بذلت جهود كبيره في دعم الارز، ورغم انه ما هات عاد يغطي حاجياتنا حسب الاحصائيات يغطي بشيء الى 50 60% من حاجياتنا. يقال الدولة بذلت فيه جهود كبيرة في العقود كاملة من الدعم الاستصلاح لدعم الآليات، القروض طويلة الأمد القروض قصيرة الأمد المواكبة إعطاء السماد إعفاء القروض كل شيء كل مراحل خلط عليه لتقسيم آليات الإنتاجية. هذا دخل الدولة دخلت فيه تدخل، وقد يعود مازال عنده مشاكل منها يتعلق بالدولة ومنها يتعلق بمشاكل فنية كبذور. طيب سنعود إليه، اسمح لي أنا أنتقل للأستاذ الحسن لأسأله عن الواقع الحالي فيما يتعلق بالتنمية الحيوانية في ظرف خاص، يعني نحن على أبواب فترة الصيف أو موسم الصيف وعقبان سنتين والله لها من جفاف غالبية بعد الولايات. شنو واقع الآن التنمية الحيوانية وش قد تقوم به في هذه الفترة من دور؟ اولا اسمح لي ان نقول لك عن فرنسا كان تخمامها عنها تستعمر موريتانيا عنها رسالة بعثهم تنبط موريتانيا وصفته عنه بلاد عنه دولة رعوية بحت ما هي زراعية. اولا هذا يلا تمون تفقدوا وتعود عندنا هنا تي مرجعيه للي قد تخلق، ولا ننساوه اياك يحدد لنا الاولويات. نختار نقول لك عن الدراسه التاليه عدى للبنك الدولي موريتاني عنه وصف هذا اللي قالوا تنميه الحيوان كحلقة رئيسية للاقتصاد الوطني، وأعلنها تعمل 252 ألف راعي ومساعد راعي، وأعلنها تنتج 70 مليار من القيمة المضافة، وأعلنها تساهم في الدخل الإجمالي ما ب 28% في البي بي ناسيونال. اسمع هذا قالت ايوه فاخبار ذا الموضوع قبال نقروا اللي انتم تردوا له. ايوه وراه جا قالت عنه مولي الدراسه قالت عنه موثر التوازن الاقتصادي في الريف وصندوق التضامن العام اللي متألف من سكات الحيوان، احنا قد عدلنا لها دراسة ولحقناها 4,300,000 واجبة على كل مسلم و300 مليون واجبة على كل مسلم. هذا مولي نعت عنه هو الحلقة الاقتصادية كيف قال، واتصل لهم واللي بالمعطيات الثابتة اللي ما تقدر تكذب. أيوه. شوف ودليلك عليها اللي بجت الاستعمار كانت الشرع للحيوان الزراعة معناها الضيق ما كانت تطيشي بها اللي سكاتها قاع ما هي خارقة ما هي راقبة أصلا اللي كانت اللي على الحيوان هو اللي يخلصه منه
شوف الإدارة وذاكفر خالق شي هون يا الله مولينا اعترفوا به هنا قبضه عند اعتبار هو طبيعة الاستهلاك الخاصة موريتان ما خالق طعام اليوم ما فيه اللبن والله الحم والله الحوت السمن الناس قاد درقاش يوكلوا ويشد منه ذلي دور اللحوم كيف قال حد احنا مصرين منها حاجة السوق ونصدر حسب الدراسة اللي قلت لك 35 طن سنويا 20 طن منها واعدة دول الشام كيفاش كي كوت ديفوار كيف بنا كيف توغو الدول اللي على الشام و15,000 طن واعد المغرب العربي من لحوم الإبل والغنم وذاك المستقبل لحوم البقر والغنم إذن اللبن يلو كنا عدنا له البنية التحتية اللي نعود باسم الحالة نعود عندنا الاكتفاء الذاتي في اللحوم ونصدروا منها 35,000 طن سنويا ما عندنا الاكتفاء الذاتي في اللبن عندي عن العلاقة بين اللبن واللحم يا الله تعود مطحة ذاك يا غير ما وعدلت البنية التحتية السياسات ما قبضوا بعين اعتبار هذا القطاع وذلي قال له تطور موريتاني اقتصاديا يمر حتما جانب تطور ذا القطاع. طيب اسمح لي استاذ العميد، انت قلت انه مجال الالبان لم تقم الدوله بالسياسات، نحن الان له تقريبا عقدين او ثلاثه لدينا مجموعه شركات للالبان المحليه. لماذا هذه الشركات المحليه حتى الان لم تتمكن من تغذيه السوق بشكل كافي فيما يتعلق باللحوم؟ وانت ذكرت انه قطعا عن نحن موجود عندنا الالبان وموجود عندنا الحيوانات مشكله لافعات تصنيع اولا تعبئه. لا نجاوبك على هذا السؤال. شوف هذه الشركات فاتوا ارتكبوا اخطاء في لير انفلانتاسيون بلد فات واحده منهم اللي قالها السنتات في العيون والعيون والحوض الشرقي النعمه هم بلد الحيوان يا غير ما هم ما هم سوق الاستهلاك بهم اللي عندهم فايض فايض اذا يلا يلود للسوق وذيك الدراسة تخص وعادة تنتقل من هوك إلى بها اللي السوق نواكشوط اللي خاصه اللبن والناس أكثرية فيه والله نواذيب والله القوارب والله التشور اللي فيهم كمية من الخلق خاصه اللبن هذا يطلب مولي عنهم هو يعدلوا اللبن وعقب 4 أيام. احنا ندور التعقيم سنويا. ذاك وعدل ما صنع النعمة انه له يعدلوا. يا غير ما تشد مرشي ما خلقت له ما خلق له بها اللي فم اهله ما خاصه اللبن عندهم فايض منه. وبالتالي مولي عادة شريكة للدولة وشرايك الدولة فاتوا فشلوا التالي منهم سوني ماكس ارتحمت نعرف وين ترتحمت إذا طيب. عن القطاع الخاص هو اللي يا الله يعود رأس الحربة في هذه المصانع ما طيب. هو الدولة
طيب اسمح لي أن أنتقل إلى الدكتور عبدوتي. دكتور عبدوتي، نحن الآن في كما ذكرت في وضع جديد، ما الذي يمكن أن تفعله الدولة الآن في هذا الوضع الحالي كإشراءات استعجالية؟ أنا مش موفي لك الكلمة. والله تفضل. هذا الصعب حد يدور البنو الحمل اللي هو اللي طبيعة للشهلة يعرف عن ذي السنة عن هالسنة متينة على المنمين ولا خالقين المراعي. أيوة. والدولة كانت رايت معدلة خطة استعجالية ونختيروها تعشل بها اللي ما تجي بعد الطبيب بعد الموت. نختيروها تجي وقتها وقتها لاحق ومتخطي. منين تجي وتعود على المستوى وكافية؟ احنا لا يعود عندنا الاكتفاء الذاتي اللي هو لب الموضوع في الألبان واللحوم، وعندنا موليف الحوت والعود لباس بينا ومنطلقين مستهلكين إنتاجنا اقتصاديا، ذاك له قيمة كبيرة وله يمتن لقية قيمتها بها اللي صرف على الانفورتاسيون الاستيراد بالدولار، ذاك يضعف العملة الوطنية. شكرا جزيلا. أستاذ عبدوتي، سألتك عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة الآن لتلافي ما يمكن تلافيه في هذه المرحلة الخاصة، وكما سمعت هناك عدة مشاريع وبرامج تدخلية أطلقت وأعلنت. جيد. أعتقد أن مهمة الحكومة ليست صعبة. نحن فعلا موريتانيا من الدول التي من الصعب أو من شبه المستحيل أن تعاني من مجاعة. نحن عندنا 22 مليون رأس من الأغنام، من تقسم على متوسط عدد الأسر في موريتانيا 600 ألف، أي كل أسرة مقابلتها حدود 40 من القنا، وعندنا مليونين من البقار، من تقسمها على الأسر لا يتبقى كل قنا كل كل خيمة يعود عندها أربعة تقريبا. يسمعوك المنمين يقول علي يقبض عليهم. طبعا لا هو هذا تقسيم بشكل عام. نفس الشيء من الإبل، عندك حدود 1,600,000، عندك سواحل 750 كيل على البحر فيها أغنى المصائد وأنظف المصائد أقلها تلوثا أيضا، وعندك نهر طوله 750 كيل يجري 24 ساعة 7/7 عليه أراضي خصبة، وعندك ثروة حيوانية اللي كنا نتحدث عنها ضخمة. إذن السؤال يا تطرح الحكومة بسيط، لماذا نحن عندنا الموارد ومع ذلك نستورد؟ الإجابة بسيطة، المختصين. الدولة إذا استعانت بالمختصين في مجال الزراعي والمختصين في مجال الثروة الحيوانية وجمعتهم دول يقولها إن شاء الله تتعدل. أيضا هناك قطاعات أخرى يمكن أن تكمل مهمة هذه المهام، مثلا نحن في إطار هذا الوضعية الحالية الاستثنائية اللي مرتبطة بالتباعد الاجتماعي يمكن أن نطور الإنقال والزراعة المنزلية. يعني كل أسرة يمكن حاجتها من خضروات تزرعها في سطح المنزل أو في الباحات الموجودة فيه. ويمكن أن نطور التنمية المحلية. أيضا تاريخيا يجب أن ننتبه إلى طبيعة المجتمع الموريتاني كما أشار الأستاذ. 70% من قطاع الزراعي الرعوي هو القطاع الرعوي، يعني الناتج الداخلي الخام القطاع الزراعي الرعوي 70% منه تنمية حيوان، ومع ذلك مجهودات وزارة التنمية الريفية دائما مركزة على الزراعة. وحتى داخل الزراعة كما قال الأستاذ هناك مجهودات كبيرة في موضوع الأرز، ولكن الأرز الزراعة ليست الأرز، يعني نحن تركنا أولا 70% تركنا 70% من القطاع أهملناه من أي شكل من أشكال القرض الزراعي، قسم الزراعة. اسمع لي دكتور عبدالتين في سؤال فقط، ولكن نحن الآن نلاحظ أن الأرز المحلي نتيجة لهذا الاهتمام الرسمي وضخ الأموال فيه خلال السنوات الماضية تقريبا في العقد الماضي أصبح الآن يغذي السوق بنسبة كبيرة جدا، وانتقل صحيح من مرحلة صحيح أرز رديء لا يمكن استخدامه إلى هناك مجهود إلى هناك جهد. ولكن تذكر عن الأسرة الريفية، الأرز أيضا قضية مهمة عند موريتانيا. الأسرة الريفية موريتانيا تنتج الغذاء، 70% من دخلها يمشي لشراء الغذاء، معناها أنك كونك تركز على شعبة واحدة
من قطاع، وانا تركت 70% من الناس داخل من القطاع الريفي، القطاع الزراعي الرعوي بذا، وقست 30% وخليت جميع الشعب، وقست شعبة واحدة، وحتى القروض المرتبطة بالشعب اللي في البداية في مراحل معينة كانت مركزة على المستثمرين، على رجال الأعمال. إذا انت هون الناس اللي محتاجة الغذاء قاعد خطيتها، تقست واحدين يقدروا يربحوا، وإذا جيد ما يخسر شيء، رجال الأعمال عندهم دور كبير وشغلتهم تساعد المزارعين الآخرين. غير في هذه اللحظات يجب أن ننتبه إلى عموم الناس وليس إلى شعب معينة أو فئات معينة. ثالثا نحن عندنا وسائل يتنوظفوها، نحن عندنا جيش. نحن الآن ما نحتاج إليه مثلا في الزراعة، نحتاج إلى اللي قالوا هندسة القناة الري مثلا، هندسة الري. الجيش يمكن أن يقوم بدور كبير في العملية، يمكن نعطيه خلال الهندسة العسكرية، قطاع مساحات كبيرة، يمكن نعطيه مساحات كبيرة يقوم هو من رأس زراعته. يمكن أيضا يعني نحن عندنا مثلا الأرز، نموذج الأرز، الأرز غالي، عندنا جيوش من العاطلين يعني الأرز، نعطيه نموذج الأرز. الأرز سنة يطلع 300 سنة أخرى يقل، السبب شنو؟ السبب بسيط، دعم الحكومة، إني تعطي الحكومة ذاك الدعم يرتفع أسعار الأرز الفضل، إني تحكمه الناس قدراتها محدودة. الآن أيضا الزراعة كان عندها عائق كبير وهو منافسة الواردات، الواردات الحمد لله الآن خفت، وهذه فرصة لنعيد النظر في السياسات العمومية بشكل عام للتركيز على القطاع اللي هو المشغل الأول، واللي هو القطاع التوزيعي اللي ممتد على امتداد التراب الوطني سنين لين تربح سنة. فضلت لاجلس الحكومة، الحكومة عندها أولويات، يقال الثروة الحيوانية تتنمى، كل خيمة عندها 20 بقرة، لا خمس خيام حذاها لا يستفاد منها، لا يتعدل تمنح لهم. إذن هذا قطاع توزيعي أولا واصل للناس كامل، حد عدل حريثة وانتج منها ياسر، دور يبيع منها ياسر ويقسم منها ياسر، قطاع توزيعي واصل للناس. إذن هذا القطاع يحتاج أننا نعود إليه، هو من القطاع الاستراتيجي في هذه الحالات. بالتالي ما مطلوب من الدولة، طبعا الدولة الآن حتى الآن التدخلات اللي تقوم بها الدولة تدخلات توزيعية. طيب هو الآن وعلينا عن دعم مواد أساسية يعني اللي نعم مستوردة من الخارج، يعني نفرق عبر إعفاء من الجمرك، هو هناك نفرق بين الجهود التوزيعية والجهود التنموية. كونك عنا تقسم شنو المساعدات للناس، هذا تشجيع الكسب، أنت تشجع الناس على العمل. طيب لكن دكتور هذا وضع خاص، هذه برامج انقاذيه ليس سياسات اقتصاديه، ولكن البرنامج الذي نتحدث عنه هو برنامج انقاذي وليس سياسه. الفرصه الان في الزراعه اللي قادمه انك توفر مدخلات الزراعه الان، وفي الموسم الرعوي القادم انك توفر مدخلات النشاط الرعوي الان، انك بالنسبه للزراعه توفر الان احتياجاتها. طيب ايضا الدوله لا يمكن ان تتحدث عن نقص السيوله في هذه المرحله، اولا لأن يعني عندها قدرة على، لأن يعني جايها الغاز عندها قدرة على الاقتراء، ثانيا عندها حتى قدرة على أنها توقف عن دفع أقساط الديون وهي بحدود 300 مليون دولار أمريكي. أقساط الديون لو توقفت عنها الدولة ووجهتها للقطاع الزراعي في هذه المرحلة لأحدثت ثورة. طبعا نحن نقول توقف عن دفع أقساط الديون معناه شنو؟ أقساط موريتانيا حدود 60% من ديونها عبارة عن مؤسسات دولية، صندوق العربي للتنمية وصندوق النقد العربي وصندوق الإسلامي للتنمية، بنك الإسلامي للتنمية، صندوق النقد، وهذه مؤسسات تتفهم وضعية في هذه، وحتى الديون الثنائية اللي بين موريتانيا ودول 60% منها مع دول عربية و20% مع الصين، وهذه الجهتين يتفهموا الوضعية الآن، تبقى 20% دول غربية، وحتى إذا لم تتفهم هي لا تمثل هي 20% من 30%. طيب إذن الدولة يعني يمكن أن توفر تعبئة مالية، وحتى عندها قدرة من ناحية اقتصادية على اللي قالوا التمويل بالعجز، حتى عندها قدرة على طبع أموال بدون رصيد. يقال إذا تابعت الإنتاج، إنتاج المزارع يعوض التضخم، يعني يعوض التضخم. طيب أستاذ السيدي، ما يتعلق بالجانب الزراعي، أستاذ عبدتي قال فعلا نحن قطعنا خطوة ما يتعلق بالأرز، ولكن الزراعة ليست الأرز وحده، برأيك كيف يمكن أن نوسع مجال الزراعي بحيث يشمل الخضروات مثلا؟ نحن الآن نعاني في مطبخنا اليومي في حالة تعطل شاحنات على طريق القرقالات مثلا. أستاذ الحلقة خاصة تذكر لنا موضوع واحد كانت قد تعود عندها نتيجة، موضوع كبير وهم خلبطه المواضيع. واحدة الحكومة من تلاو نطالبوا بشي، احنا فترة خاصة
الخرس ما جاء فترة طوارئ وقوة قاهرة والمديور منها ما هو السياسات طويلة الأمد الواحد اللي نحن فيه الموحود في السياسات طويلة الأمد وعدل عشرية على عقد والله عقدين يالتنا خرس كان معدل لجميع السياسات اللي أكبر الخلطة كانت معدلة غير يقدروا فيها نقص كل السياسات نجي واحدة واحدة غير يقدروا يالتنا نقيمها ونقولوا شالت يعدل فيها إياك تتي أكلها. بالنسبة للحكومات عندها فترة خاصة المهمها توصيل المواطنين والبلد إلى بر الأمان بعد الجائحة تفعل ما تشاء ما عنده علاقة بالإنتاج المحلي إنه هو اللي يخرصوه إنه قد يبقضنا حالا بيهن لا الحملات لا اللي وفات اللي بزالت لا يجي إن شاء الله قاعد عودك ساعة كورونا وفات أخبارها إن شاء الله واضح. إذا توفر المواد الغذائية يا كانها مستوردتها يا كانها كانت هون منتج محلي أو كان مخزن والأدوية ها هو المهم وتقفل الحدود ما تجي لإصابة مرقب ها هو المطالبة به الحفاظ على الأمن ها المطالبة به الحكومة وتسير بخطى جيدة في اتجاهه نرجو أن توفق. موضوعنا احنا هو قلنا الاستفادة من هذه المصيبة الدولية إياك نستفاد منها في المستقبل ها هو الموضوع يطلع نعود نناقشه. الدولة كانت معدلة في عقودها كاملة استنى هو موضوع ولكن موضوع سائل يعني لا جملة واحدة تخطاها في جوانب كثيرة هو قضية الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتنبيه كورونا الموريتاني إياك تستفاد منه ها هو الموضوع واضح. جميع العقود الماضية وجميع الرؤساء وجميع الحكومات كانت عندها سياسات قطاعية كان معه شيء جديد وعدت جميع الرؤساء وغيرك سياسات عندها نقص وعجز ونشحة تفشوف وشي تفشي كل موضوع نقبه واحد ونقوله سياسته اللي خلق فيها ونقوله احنا أراءنا فيها يالتي وعدل فيها. بالنسبة للثروة الحيوانية مثلا بدأ بيها ياكل نرجع للزراعة الثروة الحيوانية قال عن العامين صحيح ولا يلت تناقش فيها ولا يلت أهميتها فوق النقاش وغير مهم بين تنافسية والقطاع الزراعي وتكامل الإنسان بطبيعته هو بحاجة لجسمه لشي حيواني وشي نباتي البروتين 20 حمض أميني في شي نباتي إلى تتوكل للحيوان تعود عندك سوء تغذية تميت كل نهار تشرب اللبن توكل اللحم عندك سوء تغذية به اللي خالق أحماض نباتية أمينية نباتية تجيب الله فيها نفس الشيء في النبات. إذا سنة كونية إنه غذاء تكامل بين الحيوان والنبات. إحنا جابنا ولا هاي الثروة. هاي الثروة ماشية بصفتها. ما هو إنتاج حكومة ولا هو إنتاج إحنا طبيعة النبات. خاصة الدولة تواكبها دائما بتلقيح ولا هو طاري وبتدخل في أوقات صعبة. أكثر من سنة عدى البرنامج استئجالي للأعلاف ينجح والله ما ينجح نسبة كفاءته 10% والله في المية هذا موضوع أخر. وذي السنة منه. استوردة 50,000 طن من القمح و 30,000 طن من الركب في السنوات الأخرى نرجو لها توفق وعود يقضيها. بالنسبة للباء أنا ضد قال الرئيس أنه تعود الشركة في بل الإنتاج ومشكلته النقل نيال تعود السوق. إحنا جبنا للباء من أوروبا قال بنا نجيبوه من عيون النعمة روز جاي من ألمان ما قرب العيون من ألمان مشكلة ما مشكلة النقل وقمل لي النقال منتج كامل بوش من البن من نقال البن بيجون السلاح نديره. مشكلة الألبان انخفاض إنتاجية الرأس من الحيوان والألبان وهذا فات قبل السياسات الماضية واحدة في التحسين الوراثي رفع إنتاجية رأس الحيوان والألبان بين التزم الخريف البقرة حدا المصنع يقدر يجيك بهوية بين اللي البقرة تحلب ليترين مثلها يقر زمن الصيف البقرة يقيس المرعى إلى أنت تجيب الحدود الإنقادي إذا يتبرتي ونمي ما يقدر يحكم بقرته به اللي ما تحلب باش يعيشها مراكا شو ما هو بقارئ الخدمة. إذن هون مشكلة وراثية والدولة قاستها بمحطات تحصيل وراثي اللي في ديني وفي مقامة وفي مال وفي جونجل وفي محمودة وحسب السياسة حاليا حسب القارئ معالي الوزير وإنه يعممها قاع تلقيح صناعي له ودعان يعم على الناس كاملة كل عنده أبقار محسنة وراثية وتجي الأول دور تعطيها 12 والله 15 وتجي الثاني تعطيها 30 وهكذا وبالتالي عادي يتم ونمي يدرك ذو البقرة المخصصة للبن يتم يحش له ما تلا يمشي ويخلي لوخة ماشي في فرنسي مانس ماشي كيف كان بذلك منصبه عنه واضح ها رأيي. إذن الشركات ما مشكلة نقامة العيون للنعمة طيب مشكلة بقى المنتج هذا بالنسبة للحيوان زراعة نعود للزراعة فهم سياسات خاصة مجال الخضرات مجالات اللي عندنا فيها نقص مجال الخضرات احنا عندنا نقص في كل شيء عندنا نقص الحبوب عندنا نقص الخضروات عندنا نقص الفواكه غير كله عندنا منه شيء في شيء عوائقه ايوه عوائقه
وراثية. تعلق بالبذور. بالبذور. هو فيه كل زراعة كاملة فيها شق يعني الدولة تقوم به لا الدولة وشق يعني المواطنين. كلهم عنده مشكلة. هذا بشكل عام. ممتاز. أيوة. الدولة في العالم كامل داعمة الزراعة وإحنا دولتنا داعمة الزراعة. قدعوا دعمها ما هو كافي قدعوا دعمها غير متوازن. تدعم السياسات كانت تدعم الشق المروي وتهمل الشق البعلي والمطري اللي يغطي أكثرية من المساحة واللي عيش أكثر من المواطنين. والشق المروي بيعود المستفيدين منه مجموعه محدوده وفيه زر رجال الاعمال. ما انا ضد رجال الاعمال اللي خالقه استثمارات كبيره قاعد ولا رجال الاعمال غير عدم توازن. وراهي بالمناسبه كانت تدعم التعاونيات والتعاونيات كانت تعطيهم السماد مجاني 100% بينما الارز الاخر مدعوم ب 50% ما كانت هامله للمنتجين الصغار. اذا هذه السياسات كلها خاصه وش اذا خلينا نقص وش خاص الخضروات مثلا وش خاص الامور الاساسيه وخاص الحبوب شنو الخضروات منتج خاص تعود جيده منتج خاص واساسي لتقنيه الانسان باللي يوفر العناصر الرئيسيه في التقنيه هنا اللي عن الدهون والسكريات والبروتين هاو في المواد الثريه والاخرى بل خالقه الفيتامينات والاملاح المعدنيه الضروريه اللي لين تشبع وتخاصك واحد منها تعود مصاب سوء التقنيه اي وفر الخضروات. خضروات في نفس الوقت عندها شكرة وعندها عيبه عادة إنتاجها كبير به الهكتار يعطي عشرات الأطنان من 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 الخضروات بينما مثلا لا البطاطا فمدتها بالأصناف المزروعة هو رغم ما أخذنا عليه وعدم تحيين البحث الزراعي وعدم مواكبته خالق صوف مثلا مجربه من العمان يعطي 22 طن سبونتا ثابت 22 طن معدل خليك لا تبيع إلا 100,000 اللي هو الكي اللي هو طن 100 دوك هاي مليونين هكتار مارو ينتج له 500 و600 واضح الارقام اللي تخرصها انت في الخضروات تنتج 50 طن و60 طن و70 طن ذيك ارقام مكتوبه على البذور طبعا خاصه تعقلهم هون اللي منتج بذور منتج في دول اخرى لظروف مناخيه اخرى خلاصنا احنا بحثنا يشتغل ويتم مواكب التطور ويتم كل صنف تم اكتشافه في العالم يدخله ويجربه للسنوات ويأكد انه قاد ينزرع هون والله ينزرع في منطقه معينه واضح. اذا زر الدوله اللي ما زال خاص البحث الزراعي تطويره والدعم والمساهمه في المنشآت طيب. الضروريه للخضره. الخضره مشكلتها الاخرى شنو؟ ايوه مشكلتها هيك شكرتها انها انتاجها كبير غير مشكلتها سهوله الخساره سهوله التلف اللي طبيعه كونيه منتج الزراعي كامل كل ما زاد فيه كمية الماء يستأجل خسارة وهي هذه مادة شافة فيها قليلة وسهلة خسارة شالته يعدلها تنحفظ في العالم بنوعين إما حفظ بشكل طازج ورف باردة أو تعليم أو تجفيف واضح. بالنسبة للتجفيف احنا كوننا عليه وكونت عليه التعاونيات كاملة غير يبدون المستهلك المحلي ما يبغي ما وعدل تحسيس كافي ولو فهم قيمته عنه ما ينقص القيمة الغذائية وبالتالي التجفيف كان حال مشكله به اللي نستفادوا من الشمس. هذه الطريقه وتكونت عليها الامانه التعاونيات كامله واحنا حالا عندنا مركز تكوين المنتجين في بوقي يكون على هذا وعندنا خبراء فيه يكون على ياسر الناس غير يبدو انه ما دخل السوق. أيوة. قانون السوق طلب العرض هو اللي يتحكم في كامل. طيب التعليم فيه نوعين، تعليم صناعي ما شفناه بعد قال. التعليم يدوي احنا ندربوا عليه. هو هذا التعليم اليدوي مشكلته ملي عدم توفر شيء تجبر بلده عندهم شيء لا نبطط هم يجوا يبطط كونفيتير يبطط كونفيتير المزرقه هو اللي يعلموه ما فيه بالتالي ما هو لا مرد عادي فهمت ما هو صحي هو يعاقبوه يصبلوه غير لا يعود لك هو خاصه كاع العلب اللي المستهلك يختار بطه تتبارك في بقاله فهمت عن بطه معدله هون يقول لك فلاش هاي هو العكس احنا منتجنا كامل قدرتنا هاي اللي تخش السوق وتشوف منتج موريتاني شوي غير هو بيو في العالم سالك المواد الكيماويه هما اللي الدول المستورده اللي احنا منها تماتل تتبارك خايفين منها بها اللي فيها مبيدات الخضره كامل تتبارك والفاكهه وما خايفين تشوف كل نصاره جاي كيل تماته تتبارك بنص اورو وكيلها اللي كمش وشوي اللي هو كيلو نتوجنا احنا برت اوروات هو يشراك لي بتورات مين اللي بيو مكتوب عليه احنا منتجنا غالبي تبجو واضح لك خالي من المواد الحامله خالي من المواد الكيماويه واضح لك دونك طيب. مشكلتنا الحفظ هذا الحفظ في ناس طيب هذا ما يتعلق بالخضروات معناها عن الدوله انت الدوله صحح لي الاخطاء والاجراءات قالت الدوله الامانه في السنوات الماضيه عدت سياسه الخضره وقفت لها عامين والله ثلاثه راقت تدعم هذا كانت تعطل حدوده 3000 هكتار
من دون الخضروات للمناطق المطرية كيش يعني أدلقاء وقرحيات كاملة فندقاك ما هو في ذا يحتاج ومن دون البطاطا الحلوة في الضفة كاملة خاطر كي هي ما كانت تظهر في الأرقام لينبطاس إلى ما أنهم ألاف هكتارات كانت تنتج من الخضرة. خضرة عندها للمشاكل مشاكل بوضوء مشاكل بوضوء مشاكل الحالية تحتاج مشاكل بوضوء يعني ومشاكل الحفظ أساسا الحفظ ومشاكل لك على البنية التحتية خاصة الدولة عندها سياسة متكاملة للخضروات طيب. تفكر في هذه المشاكل وتفكر في تفاوت الزراعة به اللي احنا الخضرة اللي تنتج ذروة الإنتاج يقل سعرها به اللي ما تنحفظ طيب. ثانيا تنتج احنا إنتاجنا هنا 4 أشهر هو يجي يمتد إلى 8 أشهر إلى 10 بسياسة زراعة أصناف طيب. تنتج في الصيف وخالقة موجودة طيب سأعود إليك ولكن إذا هم تعود حزمة من القرارات مربوطة بحزم من الأمور الفنية لحل مشكلة خضروات مع توفير غطاء مالي لهذا وهذا الدولة قد تعدلين تهتم به قد تعدلين طيب سأعود إليك قبل أن ينتهي البرنامج ولكن نعطي فرصة للأستاذ الحسن توقفنا في حديثكم السابق عن أننا الآن أمام موسم الصيف وهو موسم أزمة بالنسبة للمنمين ذكرت أنه الدولة عندها فعلا برنامج تدخلي ولكن هذا برنامج تدخلي وبرنامج سنوي ونسمع كثير من الملاحظات عنه الدولة في النهاية تنفق فيه كثير من الأموال ومع ذلك المنمين دائما يقولوا عنه ما وصلهم والله عنه وصلهم متأخر والله عنه فيه مشاكل وبالتالي ما الذي يمكن أن تقوم به الدولة الآن في تنفيذها لهذا البرنامج التدخلي بحيث يؤدي إلى النتيجة وصحيح الأخطاء التي كانت موجودة في البرامج التداخلية التي تطرق في السنوات الماضية شكرا أولا نختار أسمح لي بنقول سيدي عن حنا اللي قلت أنا رجاج له عد البنية تحتية مثلا مصنع يلا عد لي تشد مرشي دراسة جدوى وقلت عن أهل الحوض ذوكم ولكن ما صنع ما يسروا النسيبه اللي عندهم البن يختير واحد منهم البن بقرته عن هذا يقال أهل الحوض هو وهل موريتاني كامل في الواكسون ويالله نقولوا لهم ذاك اللي له يضمن نجاح المصانع اللي له يشري ذاك النوع البن المعقم طويل المن لا بد له من السوق كمية من البشر خاصة لبن ولا يستوعبوا هذا فهموا عنك لا شيء تحك عنه هذا هو قصدي أنا به نختيرهم يعد خالق شيء ما قلتم ولي موريتاني اللي فيها نهر واحد نهر السينيقال دفلي السينيقال وقابل 4 ولايات كاتر فلسيون من 4 ولايات وإحنا فينا 13 ولاية وذاك تقابل من هيك صيف رجلي ذا إذن يا الله نعرفه فاش له نعملوه بين اللي الحبوب بس إننا نستوردوه إلى مارو استيراد كبير يا كان له وصلوه لإنتاج الحبوب والله له وصلوه لإنتاج مر الشيء للحيوان هو ما عنده الحيوان قاع ما وخلات له طريق يلحقها به يا الله بعد تعود عندنا السياسة ومطحة ذاك اللي له نستعملوه فيه ما يعود ما هو واضح للجميع هذا اللي قالوا القطاع الزراعي خرصونا موريتاني تاريخيا يا الله تبوا الشيء له يعدلوه للمستقبل نعودوا مطارقين قاولين ذاك اللي اصلا وله نمشويه على القدام الزراعه كانت لا مكمل لانتاج الحيوان وتعدل ما كانت النهر السيني قال ينحرث فيها الا الزرع بالشناء بالخصوص تقليد كانت الحياه في الزيتون الهكانيه وهذه السدود ولا كانت مكمل وحنا قابلينها مكمل يا غير ما تزرع بها اللي قيمتها الغذائيه نختار فقدك عن اللبن متوافقين عامه لدكتور انه اللي ما كونفلي تام ما خاصه شيء ذاك ما نقابله اللي ما كونفلي اولا اقرا عليك
ايوه اكثر من هذا الوضع الحالي بالنسبه لنا وفهمنا له عنه مؤثر للشقه الاخطاء اللي كانت العميقه. هذا اللي ينقاله قطاع الحيوان كان مهمش تماما. هذا القطاع اللي هو الحلقه الرئيسيه من الاقتصاد الوطني ويجيبون شمل لي كادر هون الحرزه ويعطوها قيمه ما هي عندها، احنا ما لنا قابلين نكسو قيمتها يا غير لا تطلب وانا كنت معاك. لا حد يعطيها القيمه اللي هي فيها، جاك لله نعدله يعود لنا من دراسه موثوقه ومتوازن ولا يمشي بينا الى القدام. طيب انتم ان شاء الله يعدلكم، ان شاء الله يعدلكم كمنمي، ان شاء الله يعدل ندوروا يدفلوب يخلق البنيه التحتيه اللازمه اللي هي اللي نعودوا عندنا. أيوة. عندنا قادرين على نعودوا الصدر والبن واحنا قالب الى ظرف. شوف انا ذا تابع ذا اللي منظمتي تابع ذا اللي استوردوا من الالبان. ذا العام استوردنا 26 مليار من الالبان ومشتقات قيمتها هذه لا احنا قادرين نشوها هون. اذا انتجناها واكتسبنا ذاك اللي كنا قيمه 26 مليار لاهي تخلق قفزة اقتصادية ولا هي ترقب قيمة الوقية ولا هي البنك المركزي يتنفس. اسمع هذا قطاع الحيوان هو الأقشر مش حاصر الحاصر هذا البنية التحتية المناخ اللازم لها عنا وفو عنا سوسيتي ديتا اللي قلت لك عنهم فشلوا وعنا خلوا القطاع الخاص ذاك اللي منه في هذا. شوف القوارب هذو فيهم ياسر من الحوض الشرقي والحوض الغربي هم اللي يستقلوا فهموا ذي السياسات يدوروا السوق يبيعوا ياسر من الألبان لهذا المصانع المصانع الصغير عندهم مصانع صغيرة. اها غير مصانع تعقب الاربع تجار محدود ذاك دحين نفتح لهم باب واللي يفتح باب النعمه عاد للدوله شريكه للدوله والاخر مقفول الاخر مقفول هاشتي مقفول على البريفي يا الله يعدل لها المناخ اللازم اللي تقيسه. سمعت الانفيرونمون ايكونوميك فافورابل اسا يا سيدي اكمل تقول هذه السنة دقائق قليلة هذه السنة امتينا بها اللي قلت لك عن المراعي ما هم خارقين وقفلنا الحدود عندنا لا ترانزيماس ترانس فرونتاليير اللي كنا لا بدنا منها وولدناها على واينا ما هي قادرة تمشي شهور مالي كانت بيع الحيوان وبيع وسينيجا انتجاع انتجاع الربيع الصيف جاي ياكل تبغى تقطع ما هي قادرة تقطع شو بقش اذا عنها لابد لها حد يدوره الموريتاني. ما هذا لا قدر الله الاجمال تينا اللي معدل كورونا تخلط عليها الجوع هذا الفلاندر جانس المعدل الحكومة تعجل به وكنت مع الوزير ونلامس ايوه وقال لي عنهم لا يعجلوه وواثق بذاك اللي قال لي يا غير يا الله يعجل يا الله يعجل حتى به اللي التحق عليه به اللي الناس عاصرة عادت على الحدود ومانعت الحدود مقفلة ولا بد لها من توكل حيوانها ولا بد من تنتقل هذه هذه الثروه اللي راهي عندنا 28 مليون من الاقلام وعندنا 4 ملايين ونص من البقر وعندنا 4 ملايين و100 وشي من البل
هذا يا الله نعرف هذا هو الإحصائيات طيب. اللي عندنا احنا النابعين من نوزة سوسياسيون باستورال اللي بعد عامين على البدا إذن عن يا الله اختصار الوقت ركل إيشي احنا ذو عندنا ركل عندنا ديفانك دالي مادة بتاي وعندنا النعمة عندنا فيها 30 مليون وفم مكتب شهوي أيوة. يستورد بيها ذا القالو من وعندنا في العيون 26 وعندنا 28 في كيفة وعندنا 10 في ولد علي بابي سيدي بابي ولد علي بابي و9 في قرقل و9 في لاك و9 9 ملايين هي 9 ملايين هذه في الترارجة 9 في الترارجة ذاك نابع عن مشروع قط مولتونا فرنسا ما هي فرنسا الجامعة الأوروبية وعطيتنا في عام 2014 نقصينا معها وتوافقنا معها أنها لا تعطينا 1000 طن وذيك 1000 طن هي قبضت الأربع ولايات الحوضين والعصابة والعلي بابي وذاك الأخر اللي وديه 9 دخل لبريتانيك وعطاونا 70 طن الوحدة النعمة حطينا فيها 58 طن واضح واضح إذا ذاك هو الفرق بالشوط إذا عن يابا الحكومة إذا أتهمها تقسيم صحيح واجتناب الأخطاء السابقة اللي كانت لا يجدون يشروا التجار بالثمن اللي مقلط به الحكومة وعيدوا بيع وعلم اكتاموا لنا على حد ما يمكن هذا طيب. يا الله الملمين نظامنا يعود في الرواية مسؤول عنها يقير في المقابل ما يراه ما هو منمي ونعود قاضي كردان طيب. ديتو وموقع ورقم عاد عنده تلفون إلين يسرق من ذيك الطيصة هون وحدين تجار هون سملوا إلا من ذا النور وتنعطى لهم قاع لي مرشي خلوا عنهم ركل الناس واصلة فيه طيب. ويرتبوا وضمان ذاك عن الرابطات الرعوية اللي قلت لك عنها تعود في كل بلدة جزء محاضرة في التقسيم ومسؤولة طيب. فيه طيب شكرا جزيلا انتهى الوقت تماما ولكن نعطيكم كلكم يعني تقريبا نص دقيقة إياكنا اختصار شديد نحن في حالة استثنائية ورغم أن طالبنا الحكومة ببذل مجهود إلا أن هذا النوع من الأزمات يحتاج إلى هبة وطنية يحتاج إلى تكامل وإلى تفعيل يعني عوامل التكافل والتراحم في فترة الخصاصة والإيثار وأن المجتمع الموريتاني يتحمل المسؤولية وكل شخص يتحمل مسؤولية محيطه الاجتماعي وجيرانه اللي قد يعدلنا الدعم والمساندة وطبعا على الدولة أيضا الآن أن تبذل مجهود خصوصا إعلامي أنا أطالب بقناة متعلقة بعالم الريف في هذه الفترة توفر إرشاد الزراعي مباشر وتساعد على التخفيف من الآثار المترتبة على التباعد الاجتماعي طيب سيدي باختصار شديد باختصار أنا مع العميد في قضية الحكومة أنا تدخل عجلان في قضية الحيوان وتوفر الغذاء صحيح اللي الأهالي اللي منهم قطع واللي ما قطع وتشوف الآلية اللي يتوفر بها هذا عميد طالب هم يعودوا داخلين وقطوا جربت الإدارة وقطوا جربت بلديات أنا اقتراحي عنهم يوفروا الكميات الكافية في السوق ويعودوا مات لو التجارة قد يضاربوا يعود متاح للجميع اللي يبقى يشري تاجر يبقى يشري شيوخ تاجر يعود ما في ربح ما يشري يتوفر كميات هائلة يعود العرض مسيطر على الطلب السعر ذاك اللي داروا هم به لا سيفانسيون تحملتها الدولة أي أساليب أخرى قط وجربت ولانك لاهي توفى الفترة ما أجبرت منمين شاكي ناعر عليهم صاحب قنب ناعر واحدين ناعر عليهم الحاكم واحدين ناعر عليهم العمدة بشكل دائم هذا الناحية النقطة الأخرى الاستفادة من الوضعية الدولية
في تقييم السياسات في المستقبل بما يخص القطاع بشكل عام، شق الحيواني وشق النباتي. شكرا جزيلا لضيوفنا الأكارم، شكرا لدكتور عبد الدتوي العالي، وشكرا للمهندس سيدي أحمد مولود، وشكر موصول كذلك للأستاذ الحسن وللطالب رئيس التجمع الوطني لرابطات التعاونيات الرعوية والبيئية. مشاهدينا الكرام، أقول إليكم تحيات فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.